بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. نرحب بضيوفنا الكرام الذين شرفونا في هذا المساء الجميل، كما نرحب بالشيخ ناصر بن جفين والشيخ عديس بن مناحي، ونحمد الله على سلامتهم من العارض الصحي الذي تعرضوا له، ونقول الحمد لله على سلامتهم مع تمنياتي لهم بدوام الصحة والعافية. وخير بداية نبدأ بها من الذكر الحكيم مع الشاب فيصل بن محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. والآن كلمة صاحب الحفل. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب السعادة والفضيلة، شيوخ وأعيان القبائل، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا ويسعدنا أن نرحب بكم في هذه الليلة أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. في هذا المساء نحمد الله عز وجل على أمنا على الشيخ ناصر بن جفين والشيخ عديس بن مناحي بالصحة والعافية بعد العارض الصحي الذي ألم بهما في الأيام الماضية. والحمد لله تكللت النتائج الطبية بالنجاح. ضيوفنا الكرام، نرحب بكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن كلمة للشيخ ناصر بن جفين شيخ قبيلة الوذانين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدني ويشرفني في هذه المناسبة السعيدة أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وأن أيضا أشكر رجل الأعمال الأستاذ فايز بن مسفر الوذيناني على دعوته لنا أنا وأخي الشيخ عديس بن مناحي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمق التلاحم والترابط والمحبة فيما بيننا. ونحمد الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة وفي هذه الأمسية المفعمة بالحب، التقينا مع رجال أعلام، رجال التقينا بهم في هذه الأمسية تربطنا بهم علاقات محبة. فنشكر الأخ فايز على دعوته، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الترابط والتلاحم الأخوي بين فئات المجتمع. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى في دولة قائمة على شرع الله وعلى الحث على التماسك والترابط بيننا نحن أبناء هذه القبائل، الذي منذ قام الملك عبد العزيز بتوحيد هذا الكيان العظيم، ونحن نعيش في أمن وفي استقرار وفي رقد عيش. نامل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الصالح العام، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا الملك الحازم سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وزير الداخلية وولي العهد، وأن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه ومن كل سوء. وأكرر شكري لفايز على دعوته لنا،
وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن قصيدة ترحيبية للشاعر سرحان بن حسيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب القصيد اللي يشوق العرب طرياه، وسوق البيوت اللي تجمل وجملها، يبا يطرب الأسماع وليستوى معناه، بلغ غايته وحقوق الأصحاب كملها. رفيق دعاني ما توخرت عن دعواه، أشرف رياجيل تشرف محافلها، ولا ينحس الطيب ومن قال ما شاء الله، نذكر بها بعض العرب كان جاهلها. عسى الله يبارك في كريم بسط يمناه، يشيل الثقيلة والبخيل يتثاقلها. عسى الله يبارك في كريم بسط يمناه، يشيل الثقيلة والبخيل يتثاقلها. وكل أصدقائي كرام يا طيبهم طيباه، وعند اللوازم عد فايز منولها. كريم وكفو صنديد ومداحنا تزهاه، نعده من رجال انتسامت مراجلها. وفي ليلة التكريم كل يحس خطاه، شفوق على الضيفان وده يقابلها. شوخ القبائل كل شيخ على مركاه، والأعيان وضيوف القبيلة نواصلها. شيوخ القبائل كل شيخ على مركاه، والأعيان وضيوف القبيلة نواصلها. هلا مرحبا عداد مزن تنثر ماه، يعم الجبال وسيلها الأرض يغسلها. هلا مرحبا والعود والكيف فالمقهاه، إدلالة تعاقب كل لحظة يبادلها. هلا مرحبا والحشو تندى على المنداه، وحيل شحمها مشتبك مع شواتلها. هذا القدر والمقدار راع الوفا وفاه، وتقدير لشيوخ رفيعه منازلها. هذا شيخنا ابن جفين رمز الكرم والجاه، هذا سم ولاد العود، هذا شيخنا ابن جفين رمز الكرم والجاه، هذا سم ولاد العود شيخ القبائلها. هذا معتقر قابل مساجين من ينخاه، وموفق لفعل الخير والله مسهلها. هذا عديس بن جفان والعز بمحياه، هذا عديس بن جفان والعز بمحياه، تسلسل من شيوخ كريمة خصايلها. على الطيب محد يسبقه ملح من شلفاه، على الخير جوداته والأيتام يكفلها. والسلام عليكم ورحمة الله. صح الله لسانك. والآن مع الشاعر محمد البرقاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. يقولون كل كتاب يعرف من العنوان، وأنا أقول نجم الشعر فالشعر من قده، ليا صار له راي سديد وفصيح لسان، يبي يتعبون الناس ما بيحوا سده، على منهج السنة على منهج القرآن، تسامى حبال الود معطاي للمدة. سلامات يا ابن جفين ويضا يا ابن جفان، عساها طهور ذنوب في ساعة الشدة، يهلي بكم فايز وربعه على السلطان، كثر ما غشى رمل الشواطي بحر جدة. أبدأ بذكر اللي غمرنا برحمته، وجعل شريعتنا ختام الشرايع، رب سبق عفوه وعمت فضائله، مسقي ومطعم كل ضامي وجايع، ومن عقبها دقت هجوسي وخيلت، والشعر جاله في خيالي طلايع. والشعر يا أهل الشعر مثل الوديعة، وعند النشامة ما تضيع الودايع، الشعر له قيمة وحشمة وهيبة، لكن ما بسلعة بين شاري وبايع، لكن تال الوقت شانت ظروفه لاعة من انصاف الشواعير، لا تنقلت توافيته وتاهت دروبه، تسنى غريب في الميادين ضايع، يشكي على شعار شبه الجزيرة، يشكي فعايل طالبين الطمايع في حال، ولا حال تنعم غصونه في ظل حضرة تناقشين الرواية، ولا يبغى تعطي الوصفة نماذج في الوصف والتحليل، ماني بتايع أقوى مضامينه، ليصار سامي وضعه مضامينه، ليصار مايع وردة محريفه، ليمن عسفته وطيم معريفه، ليجاك طايع، وانا بعون الله وفضله وقدرته مرضى على شعري ذلوم وهزايا، 20 عام وعشرة أعوام عقبها يكفخ شراع العز والصيد ذايع.
وانا بعون الله وفضله وقدرته مرضى على شعري ثلوم وهزايا 20 عام وعشرة اعوام عقبها يكفخ اشراع العز والصيد ذايع واللي دعتني للمواقف قبيلتي مالي على الميقاف عذر وذرايع احضر الميقافي واقدم قصايدي ويصبح صدى شعري مع الناس شايع فاعتيب هالهيلة تسابق فرايدي اذكر محاسن طيبين الصنايع خوال خير الناس معروف مجدهم في صفحة التاريخ حطوا وقايع ذباح تلد عدان للطام تلعدة وسلومهم فيها ثمين البضايع قصيرهم يدله وينسى قبايله وخويهم دايم بروسه الرفايع ودخيلهم يامن ويرقد ويهتني وعدوهم يونس بتبده وجاي عيامه بدر الخوف حل وربع وادباشهم تقطف زهر كل خايع ويامه بركض الخيل شقوا حريبهم وراحت جموع القوم منهم مزايع فيما مضى واليوم حكم الشريعة طفى مشاهيب السنين الولايا وعشنا بعهد العدل والأمن والرخاء وشجرك الوقت راحت قلايا سلامتكم. صح الله لسانك. والآن مع الشاعر صالح بن مصلح الذناني. بيض الله وجه الشيخ فايز بن مسفر على دعوة أعلام وشيوخ جميع القبائل وعلى رأسهم الشيخ ناصر بن جفين شيخ شمل قبيلة الوذانين والشيخ عديس بن مناحي ونقول لهم الحمد لله على السلامة. وفايز لو نقول فيه في كل مناسبة سوانا معلقات أو دواوين، ولكن قصيدة في مثل هذه المناسبة شرفنا والله يطول في عمره بإقامة حفل معايدة لأهالي قبيلة السديرة، وتشرفت أنا بإلقاء هذه القصيدة في ذلك الحفل. عند مخلي تلجوب وعند مفني تلمراحي مرحبا ترحيب تني بطيص داها تسمعونه مرحبا ترحيب تالشعب السعودي بالصباحي عد ما لاحت بروق الغيث وانهلت مزونه في حلال للضيوف اعذب من العد القراحي كيف هالضيوف من سوق صنعاء يشترونه ضيفا مكرم عشاء ولا ظهر ولا صباحي مغلقوا بيبانها فاليسر ولا العسر دونه وفايز الله يكرمه في ضيفته ماله مناحي ارتكب المال دون الدار واللي يسكنونه يوم جتنا دعوته جيناه من كل النواحي الكبار يعايدونه والصغار يعايدونه صفقوا له واهتفوا باسمه وهاتوا له وشاحي واكتبوا فوق عدو المال اللي تكنزونه الكرم وهبه ما هو منهوب بخشوم السلاحي مكثر اللي يملكون المال ولا ينفقونه ذكرهم مثل الهشيم اللي تهب بها الرياح شابت الحاهم وعجره والفعول يخلدونه ذكرهم مثل الهشيم اللي تهب بها الرياح شابت الحاهم وعزه وبالعقول يخلدونه وذكر فايز خلده بالمال وخشوم الرماحي وانحته على ظهر صم الصفا من يجحدونه وذكر جدانه بقالوا راعي الافعال راحي وسنة الاسلام ميتهم عياله يارثونه وسلامتكم. والآن دور التكريم من أصحاب الحفل إلى الشيخ ناصر بن جفين وعبارة عن مجسم سيف وشنطة عود. وأيضا تكريم الشيخ عديس بن مناحي. ولا ننسى شعرائنا الشاعر سرحان بن حصيني. يثرون
والشاعر محمد البرقاوي، عبارة عن بشت. وأيضا الشاعر صالح بن مصلح الذناني، والشيخ بندر العازمي، وهي عبارة عن مسدس. والشيخ بيحان بن سقيان الديابي، عبارة عن بشت. والآن كلمة مع الشيخ مشرع الديابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا. أولا نشكر الأخ فايز الذي جمعنا مع هذه الوجهة الطيبة النيرة. ثانيا أتقدم باسمي للشيخ ابن جفين وابو مناحي والحضور عزيمة تشريف بمناسبة شفاكم، ونطلب منكم إن شاء الله تتميم العزيمة وحضور الجميع تشريفا لنا في محل الذيبة، وأنتم أخوان وأعزاء وهذه مناسبة لا تقدر بثمن ولا يبقى الا تقولوا تم جميعا ان شاء الله تعالى. ابن جفيل، مشرع الذيابي، الله بخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صراحة أشكر الشيخ مشرع الذيابي، والذيبة معروفين يقال عنهم، وهذا فعلا حواتم عتيبة وعزيمتها الآن وجهها إنا لسبب ظروفنا الصحية، ولا أعتقد أن كل الرجال لهم حق، وأنا مثمن وقوفه أمامنا وعزيمته، والله ما نخلي الرجال يعزم ويروح إلا لازم نرد عليه. فباسمي وباسم أبو مناحي والمشايخ اللي شرفونا من مشايخ عتيبة الليلة، إن شاء الله نعطيك موعد، لكن والله الفترة هذه اللي حنا مرتبطين فيها، لكن بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن نحدد موعد ونرد مع أخي فايز بمشيئة الله، بس تسمح لنا الفترة ذي في حدود شهر، ما هو بيعني تهرب من العزيمة. الله يحييك. والله إن عندنا ارتباطات وعندنا سابقة، لكن نرد عليك في وقفتك المشرفة وعزيمتك للرجال ويستاهلونها. يستاهلون. وأنت طال عمرك مشكور، ومشيئة الله يجيك. الله يحييكم. الله يحييكم. وإخوان والله العظيم العزيمة تشريف لنا جميعا، ما هو تطفل، وأنتم تستاهلون جميعا الكرامة، وهل الكرامة وتقدمونها وتستاهلونها. ونرجو من الجميع بعد تحديد الشيخ موعد، نبغى الموعد على راحتكم يريحكم إن شاء الله، الدعوة تصلكم جميعا إن شاء الله بالموعد المحدد. السلام عليكم. وفي الختام نرحب بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.